تمام يا شباب، هنكمل السكشن النهارده. هنتكلم على انواع الميموري والهيراركي بتاعتها، ونبدا نتكلم على الاورجنايزيشن بتاع الميموري ازاي بنبنيها، وبعد ما بنيناها ازاي نعمل ادريسنج لكل مكان فيها، وبعدين بقى نربط الكلام ده كله بالباس سيستمز، وفي الاخر خالص هننوه عن ايه هي الريجسترز اللي موجوده جوه البروسيسور وفايده كل واحد. فنرجع لبدايه الماده خالص، تلاقي ان احنا قلنا ان الكمبيوتر تركيبه حاجه بالمنظر ده. ده ايه المنظر ده؟ شويه كومبوننتس مربوطه ببعضها، مش عارف داتا بس وادرس بس وكنترول بس. ف انا علشان افهم السبب او الهدف من ربطهم بالطريقه دي، وافهم فايده كل بس وتركيبه وازاي بيتعمل، محتاج ان انا ابدا اتكلم عن علاقه الكومبوننتس دي ببعضها. فانت لما تيجي تبص تلاقي ان الكمبيوتر علشان يتقال عليه ان هو كمبيوتر محتاج ان يكون فيه سي بي يو وميموري، تمام؟ سي بي يو شويه ميموريز كتير بقى، حلو. ف والباسز هي اللي بتربط السي بي يو بالميموري بباقي الاجزاء كلها بكل حاجه. لا ده الباسز منها انواع، داتا بس وادرس بس وكنترول بس. فعلشان نفهم الفايده او نوع او تركيب كل واحد منهم، محتاجين الاول نتكلم عن الميموري وتركيبها. عشان نتكلم عن الميموري وتركيبها، محتاجين نتكلم الاول عموما انواع الميموري. انواع الميموري اللي انتوا عارفينها ايه يا شباب؟ الرام والروم. ايه الفرق بينهم؟ الروم هي الثابته والثابت، الرام اول ما تقفل الجهاز خلاص. يعني بنتكلم من نقطه الداتا ريتنشن، انه لو الباور راح الروم بتحتفظ بمحتواها، الرام ما بتحتفظش. طيب نقسم او نقارن الانواع بتاعت الميموري بمعايير بقى. ايه هي المعايير اللي بتحدد لي الميموري ديت حلوه ولا وحشه او نظامها ايه؟ في عندي ثلاث حاجات: الاكسس تايم والكوست والداتا ريتنشن. الداتا ريتنشن ده طبعا اللي هو اللي احنا لسه قايلينه، ان الميموري تحتفظ بمحتوياتها. طيب يعني ايه بقى اكسس تايم؟ ترجمه الكلمه كده انك توصل للحاجه يعني. حلو، زمن الوصول. طيب بما ان احنا بنتكلم على ميموري، يبقى زمن الوصول لايه؟ للداتا. يبقى الاكسس تايم دوت الزمن اللي الميموري بتاخده علشان تتم عليها عمليه قراءه او كتابه، سواء ان انا بطلع داتا من جواها، سواء ان انا بدخل داتا لجواها. خلاص كده. فطبعا الاكسس تايم ده بتبقى حاجه من نانو سكند، حاجه سريعه جدا، بس ميموري عن ميموري تفرق، تمام؟ طيب ايه بقى اللي بيغير لي او بيحدد لي الاكسس تايم بيعلى ولا بيقل؟ ببساطه بالمنطق، اول حاجه هي حجم الميموري نفسها. يعني انت لما تكون بتدور ما بين مكانين، غير لما تكون بتدور ما بين 10، غير لما تدور ما بين 1000، تمام؟ فكل ما الحجم بتاع الميموري يكبر، كل ما بقيت انت اكتر. يعني علشان تاكسس مخزن واحد او مكان واحد من الميموري دي كلها بتاخد وقت، تمام؟ فكانك بالظبط بتدور على ابر في كوم قش. فديت بالنسبه للميموري سايز. الحاجه الثانيه الميموري ريتينشن او الداتا ريتينشن بيفرق في ايه برضو؟ ما هو احنا المره اللي فاتت خدنا الميموري اليمنتس وفليب فلوبس وريجسترز وبنينا الكلام ده كله، والمفروض ان احنا المره دي الميموري عباره عن ايه؟ شويه مخازن مخصوصه مع بعض، تمام؟ يعني شويه ريجسترات. فيفرق معايا في ايه بقى الميموري ده او الريجسترات ده بتحتفظ بالداتا بعد ما الباور يفصل ولا لا؟ اقول لك، ما هو ببساطه اللي احنا خدناه المره اللي فاتت ده كله ما بيحتفظش بالداتا لما الباور تروح، لان هو بيحتفظ بيها طول ما الباور موجود. هو فليب فلوب، فطبيعي هو بيخزن، انما اول ما الباور يروح خلاص ما عادش فيه كيو، ما عادش فيه كيو كومبلمنت، فدول راحوا، فخلاص فليب فلوب هيفصل خالص، تمام؟ فبالتالي علشان اعمل ميموري تحتفظ بمحتوياتها، علشان اديها الخاصيه ديت، لازم ازود لها دوائر اكتر او بوابات اكتر بطريقه معينه. خلاص كده؟ فمعنى ان انا هزود لها اجزاء ثانيه انه تركيبها بقى اعقد، انه بالمنطق كده هو بالعقل اكيد هتاخد وقت اكتر علشان الداتا توصل تتخزن جواها، واكيد هتاخد وقت اكتر علشان اقرا داتا منها. خلاص كده؟ يبقى لما الميموري تكبر الاكس تايم هيزيد، لما الميموري تكون بتحتفظ بالداتا برضو الاكسس تايم هيزيد. طيب كلام جميل، ايه فايده بقى اصلا الكلام ده كله؟ يعني انا الاكسس تايم دوت انا لو قللته او زودته،
استفيد ايه؟ اكيد طبعا كل ما ان اوصل للداتا بشكل اسرع بيبقى احسن. جميل. ليه؟ لانه اساسا الموضوع الهدف من ان انا اعمل ميموري اصلا ايه؟ الميموري دي بتخدم على البروسيسور. البروسيسور بيخزن فيها الداتا المؤقته بتاعه العمليات اللي هو بينفذها، تمام؟ ففي تواصل مباشر ما بين البروسيسور وبين الميموري. فالبروسيسور دوت زي ما احنا عارفين طبعا سرعه تنفيذه للاوامر اعلى بكتير من سرعه الميموري الرام او الروم او ايا يكن، تمام؟ ف بما ان الاوامر دي معتمده على الرام والبروسيسور اسرع من الرام بكتير، فكده الرام الميموري بتعمل خنق او بتعمل بوتل نيك للبروسيسور، اصبح هو ما يقدرش ينفذ الاوامر بالسرعه اللي هو المفروض اللي هو يقدر ان هو ينفذ بيها، تمام كده؟ فانا كل ما اسرع الاكسس تايم بتاع الميموري ده هياثر على اداء البروسيسور بشكل مباشر، تمام؟ طيب فتعال نقسم او نبدا بقى نقسم ونصنف الموضوع بناء على الثلاث حاجات اللي معايا. اول حاجه الداتا ريتينشن لوحدها كده هناخدها في جنب ونخلص منها. الداتا ريتينشن بتقسم لي الميموري لنوعين، برايمري ميموري واكزيلري ميموري. برايمري ميموري دي ما بتحتفظش بالداتا بعد ما بتتمسح، ما بعد ما الباور بيروح، تمام؟ فبالتالي الاكسس تايم بتاعها عالي، فبالتالي هي بقت برايمري، بقت اساسيه، لان دي بقى البروسيسور هيعتمد عليها في الاوبريشن بتاعه، لان هي الاكسس تايم بتاعها اسرع من الثانيه، تمام؟ الاوكسيلري بقى دي الاكسس تايم بتاعها بطيء وبتحتفظ بالداتا بتاعتها. فدي بقى اللي هي الهارد ديسك والفلوبي ديسك والحاجات اللي انا بخزن عليها الداتا بتاعتي. طيب دي اسمها برايمري ودي اسمها اوكسيلري. ليه؟ لانه ديت الميموري ده من غيرها ما اقدرش اقول على السيستم دوت ان هو نظام كمبيوتر. لازم علشان يكون ده كمبيوتر لازم يكون في برايمري ميموري متصله او بينها تواصل مع البروسيسور. هو لو ما فيش اوكسيلري ميموري، لو ما فيش الميموري ده انا مش هعرف اخزن اي حاجه، فمش هعرف ان انا استفيد من الكمبيوتر بشكل او باخر، بس مازال هو كمبيوتر. ليه اقدر اقول عليه ان هو كمبيوتر؟ لان هو عنده القدره ان هو ينفذ اي تاسكات او اي اوامر بديها له، تمام كده؟ تنفيذ التاسكات دوت معتمد على البرايمري ميموري والبروسيسور فقط. في اي مشاكل؟ طيب فالحاجتين التانيين بقى الاكسس تايم مع الكوست هما اللي بيعملوا لي الهيراركي اللي هو ترتيب للميموريز من حيث النهون اعلى في الطبقه بتاعتي. بمعنى هتلاحظ انه انا كل ما هعلى في المثلث دوت الكوست بتاع الميموري بيزيد وفي نفس الوقت الاكسس تايم بتاعها بيقل. طيب الهدف ايه يا شباب؟ يعني الهدف من اللي انا هعمله دلوقتي دوت او التقسيمه اللي انا هقسمها دي انه انا هحتاج ان انا اعمل موازنه ما بين ميموري غاليه بس سريعه وميموري رخيصه بس بطيئه. ما هو بمنتهى البساطه لو انا عندي الامكانيه ان انا اعمل الكمبيوتر كله ميموري سريعه اسرع حاجه ممكنه، على ايه اللي يمنعني ان انا اعمل كده؟ كوست. انها اكيد هتكون اغلى بكتير من الميموري العاديه، تمام؟ فالمساله كلها موازنه ما بين الكوست وما بين الاكسس تايم. انا محتاج اكسس تايم عالي للبروسيسور وفي نفس الوقت نحتاج كوست عموما يكون قليل. فببساطه لما نيجي نبص على الميموري هيراركي هنلاقي اقل حاجه خالص الماجنتيك تيبس ديت اللي هي الفلوبي ديسكس القديمه والاسطوانات والكلام ده كله، دي بتحتفظ بالداتا. ماجنتيك ديسك ده بقى القرص الصلب، ده الهارد، تمام؟ ده برده بيحتفظ بالداتا، ده اللي بيخزن عليه كل حاجه. بس كده بعد كده المين ميموري. المين ميموري دي بقى هي الرام، هي دي الميموري الاساسيه اللي البروسيسور بيتعامل معاها، خلاص؟ طيب فيبقى ده الهارد ديسك. مجرد ما طلعت هنا انا هنا بقى دخلت في الرام اللي هي ما بتحتفظش بالداتا وسريعه اسرع من الكلام دوت بكتير. اللي بعد الرام بقى حاجه اسمها الكاش ميموري. الكاش ميموري دي بقى فايدتها ايه؟ نفس اللي احنا بنتكلم فيه من ساعتها دوت. بنقول المشكله اللي المفروض نحلها انه الرام بتخنق البروسيسور. البروسيسور هو خلاص ده اخر مرحله هنا، فالرام
بالنسبه للبروسيسور بطيئه جدا خلاص، وانا عايز والميموري اللي سرعتها تتناسب مع البروسيسور غاليه جدا، فمحتاج اعمل موازنه ما بين الاثنين. ازاي؟ ببساطه عن طريق ان انت تعمل حاجه زي كوبري كده ما بين البروسيسور والرام يقرب من سرعته. ازاي؟ ببساطه الكاش ميموري دي عباره عن ميموري صغيره بس سريعه، تمام؟ يعني الرام ديت هي ميموري حجمها كبير خلاص، بس بما ان هي حجمها كبير وبطيئه فهي رخيصه خلاص. انا بقى عاوز اسرع الدنيا شويه، فاسرع الدنيا ازاي؟ عن طريق ان اعمل او احط اللي ما يسمى بالكاش ميموري. الكاش ميموري ديت هي ميموري صغيره بس سريعه، فايدتها انه تمثل لي مرحله مؤقته ما بين الرام وما بين البروسيسور. بمعنى ما بقاش الكلام دوت، بمعنى ان البروسيسور بدل ما هو محتاج ان هو كل ما يجي يقرا داتا يروح يقراها من الرام بشكل مباشر، لا، اللي هيحصل فايده الكاش انه هيروح على الرام على مكان معين، وليكن المكان دوت انا شايف ان انا احتاج اقرا منه 20 مخزن قدام خلاص، فبدل ما اروح اقرا كل مخزن منهم في عمليه قراءه منفصله من الرام، لا، اروح اقرا ال 20 مخزن مره واحده، اخدهم كبشه واحده كده واعينهم في الكاش، تمام؟ يبقى انا كده قرات مره من الرام ماشي، وبعد ما اخزنهم في الكاش اصبح هم موجودين فين؟ مع البروسيسور، كانهم بالظبط في جيبه اليمين كده، ان هي الكاش دي جزء من السي بي يو، ميموري صغيره بس سريعه. فبمجرد ما البروسيسور يحتاج حاجه من ال 20 مخزن دول يا شباب يقوم ايه؟ يقوم يروح على الكاش يطلعهم منها على طول. خلاص؟ وصلت الفكره؟ فمن هنا جت عمليه ان انا بوازن ما بين الاثنين. دي فايده الكاش ودي قوه الكاش، ان هي بتسرع لك الاكسس ما بين ما تخليش البروسيسور يحتاج ياكسس الرام في كل حاجه. لا، كده بقيت بسرع الدنيا نسبيا الى حد ما. امتى بقى الدنيا بتبدا تبدا تاني؟ لما تحتاج ان انت تجدد الداتا اللي جوه الكاش دي. وصلت فكرتها؟ في اي مشاكل؟ هي دي في الشكل التجاري، يعني لما واحد يجي يجيب بروسيسور مثلا يقول له ده بروسيسور الكاش بتاعه. بالظبط، هي دي. اكبر كاش شفتها في حياتك كام في اي بروسيسور؟ دايما بتلاقي الميموري بتاعتها كده بالميجا، مظبوط؟ 256 256 ميجا، يعني ربع جيجا، تمام؟ وديت دي حاجه كبيره قوي بقى. في 512 كيلو تقريبا برضه. بالظبط، ف زي ما بنقول ديت ميموري صغيره نسبيا او صغيره جدا بس سريعه جدا. ف ببساطه بعمل بيها موازنه ما بين الاثنين. اخر حاجه بقى يا هلا اخر حاجه البروسيسور ريجسترز، تمام؟ هتلاحظوا طب ما هو بيصور عادي والدنيا ماشيه تمام، يعني مش مهم. اعتقد البروسيسور اللي هنشتغل عليه مش هيبقى فيه كاش اساسا، بس بطريقه ما بيقدر ان هو ياخد ال 20 دول الكبشه ديت كلها مره واحده ينسخها في الكاش، بس بقت معاه بقى هو كده قراها مره واحده بس، ال 20 مره 19 مره الباقيين لا، ده من البروسيسور للكاش على طول. وصلت؟ اخر حاجه، اخر مرحله في الهيراركي هي البروسيسور ريجسترز. دول برضو يعني الجزئين دول جزء من البروسيسور من السي بي يو. البروسيسور ريجسترز ديت برضو ريجسترز، يعني هي مش محتاج ان انا اقول عليها سريعه لان هي اصلا جزء من البروسيسور، فهو مش محتاج اي وقت علشان ياكسس الداتا اللي فيها. فطيب ليه او ايه فايده بقى الريجسترز ديت؟ فايدتهم ان هم كل واحد منهم له وظيفه محدده، زي ما هنشوف كده في اخر سيكشن. الوظائف ديت كلها اربع او خمس وظائف كلهم اساسيين في اي عمليه البروسيسور بيقوم بيها، يعني اي اوبريشن ايا كانت هي ايه، سواء عمليه حسابيه او لوجيك او اي حاجه ثالثه خالص، لازم هيستخدم فيها الريجسترات بتاعت البروسيسور دي. لازم هيكون لكل واحد منهم دور في اي عمليه البروسيسور بيعملها. فانت بتلاحظ انه احنا كل ما بنطلع
كل ما بنلاقي ان هو ان في حاجات استخدامها بحتاجها كتير استخدامها بيتكرر فلا فانا ابدا بقى ان انا اعمل لها جزء منفصل لوحدها والجزء ده اسرعه بحيث ان البروسيسور ما يعطلش. فزي ما عملت في الكاش ميموري بالظبط لقيت ان دوت ده انا محتاجه في كل حاجه حرفيا. يبقى الحاجات اللي انا محتاجها ديت ادي كل وظيفه منهم ريجستر معين وعلى حسب قيمته بقى على حسب ما نشوف الكمبيوتر بيشتغل ازاي والبروسيسور بيشتغل ازاي. فاي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ كلام زي الفل. فنلاقي ان الكلام ده تقسيمته ان دول هم كده الاكزيلري ميموري. اول ما طلعت من هنا من اول هنا ديت البرايمري ميموري دول اللي لازم يكونوا موجودين ودول مش لازم يكونوا موجودين عشان اقول ان ده كمبيوتر. خلاص؟ طيب نبدا بقى نتكلم في الاورجنايزيشن بتاع الميموري. ده دي شبايه ميموري، ده جهاز ميموري تيبيكال شكل ده شكله الطبيعي يعني اللي انا متوقعه. ايه الميموري؟ عباره عن شويه مخازن صح؟ فاللي انا متوقعه ان هو يحدد لي مثلا حجمها او مساحتها بطريقه ما اللي احنا هنشوفها دي، وانه الميموري ديت يكون ليها داخل للداتا وخارج للداتا ويكون عندي اشارات تتحكم هل انا هقرا من عليها او هكتب عليها. والحاجه الاهم بقى هي الادرس. الادرس ده فايدته ايه؟ يعرفنا انا رايح فين في الميموري بالظبط. بالظبط، انتوا كل واحد منكم كده كل واحد قاعد في السكشن انا بعرف اميزه او بعرف اكلمه باسم صح؟ بنفس الطريقه الميموري ديت شويه مخازن كتير. انا ازاي اكسس المخزن المعين او الفلاني جوه الميموري؟ عن طريق ان كل واحد منهم له العنوان الخاص بيه. مجرد ان انا ادخل العنوان دوت للميموري هي خلاص هتوفر لي او هتديني اكسس للريجستر دوت او المخزن دوت جواه. خلاص كده؟ كلام منطقي. نبص على شكلها بقى من جوه بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى عباره عن ماتريكس. ما هو وليكن ديت الميموري حجمها 8 في 8. معنى ايه كلمه 8 في 8 بقى؟ الميموري بتبقى عباره بالظبط عن مصفوفه ليها طول وعرض. العرض بتاعها دوت هو عدد البيتس اللي جوه كل مخزن. تمام؟ احنا المره اللي فاتت اخر حاجه عملناها ايه؟ صممنا الريجستر. قلنا ده خلاص ده البيلدنج بلوك اللي انا هبني بيه اي ميموري. ان هي الميموري عباره عن شويه ريجسترات مرصوصه وخلاص. يبقى عرض الميموري هو عدد البيتس اللي في كل مخزن من المخازن بتاعتها. الطول بقى ده عدد الريجسترات او عدد المخازن. تمام؟ فلما يبقى عندي ميموري ام في ان تمام زي كده معناها انه الميموري دي بتتكون من ام ريجستر كل واحد منهم بيتكون او بيخزن ان بت. تمام؟ طيب سؤال بقى، الريجسترات ده المفروض فايدة الادرس ان انا بميز بين كل واحد منهم والتاني صح؟ فلو انا عندي 8 ريجسترات هحتاج كم بتايت ادرس علشان اميز ما بينهم؟ كم بتايت ادرس؟ هم 8، هم كلهم على بعض 8. فكم متغير يديني 8 احتمالات في التروث تيبل؟ 3 بالظبط. يبقى علشان ادرس او اكسس الثمان ريجسترات دول محتاج 3 بيتس ادرس، بحيث الثلاثه مع بعض بيدوني كام؟ بيدوني 2 اس 3 احتمال اللي هم 8. خلاص كده؟ طيب نرجع بقى يعني نفكنا من شكل الماتريكس دوت ونبدا نرسم الميموري بالشكل اللي انا فهمه. لو انا كده بصيت انا فهمت ان ده 8 بت ريجستر وكلهم مرصوصين مع بعض 8 همت، و الخارج بتاع الداتا بتاعتهم كلهم طالعين متوصلين مع بعض على ما يسمى بالداتا بس اللي انا مش عارفه لغايه دلوقتي دوت. بس النقطة المهمة هنا لازم أكد لك عليها إنه من هنا ورايح بقى الخط دوت أنت ما تفهمليش ما تترجمليش إن ده سلك واحد، ده هو مش سلك واحد، ده كام سلك؟ 8. الثمانية كلهم مرتبطين إن هم من نفس الريجستر، خلاص؟ وسبحان الله الثمانية بتوع دول وبتوع دول وبتوع دول كلهم متجمعين على نفس الباص. اللي هو ازاي الكلام ده ما بيعملش قفلة ما تفهمش. نفهم بقى هنشوف لما ايه لما نخش في الباص في الداتا باص. تمام؟
طيب بس النقطه اللي احنا فيها دلوقتي حته الادريسي، احنا قلنا محتاجين كام بت ادرس؟ 3. الثلاثه دول المفروض ان هم يشغلوا لي الريجسترات او يشغلوا لي الريجستر اللي انا عايزه باستخدام طرف اللود، صح كده؟ طيب يبقى في حاجه في دايره هتحط هنا هيخش لها الثلاثه بت ادرس من الادرس بس، وهتطلع لي الثمان اشارات لود دول، بحيث ان انا لو دخلت الادرس 000 اللود ده هو اللي اشتغل، ولو دخلت الادرس رقم 001 اللي هو الريجستر رقم 1 يبقى اللود ده هو اللي هيشتغل، ولو دخلت ادرس 2 يبقى اللود ده هو اللي هيشتغل، وهكذا. فالدايره ديت هتطلع ايه في الاخر؟ ايه اللي بيحول لي كود لمجموعه اشارات؟ ديكودر. يبقى العمليه دي بتتم ببساطه باستخدام 3 في 8 ديكودر. يبقى ال 3 بتس بتوع الادرس هيخش على الديكودر، الديكودر يفردهم لي لثمان اشارات لود. في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ ايوه قول طلع ادرس. هي بتبقى كده؟ هو ايه اللي هيبقى كده؟ ده ايه مش كده؟ دول اربعه تمام. خد بالكم ان احنا كلمه ميموري بقى من هنا ورايح، ما هو انا ضفت ده ليه؟ انا ضفت ده الفايده ان انا اقدر ان انا ادخل ادرس الميموري في صوره رقم، صوره ترتيب. فمن هنا ورايح احنا هنقعد بقى نضيف على فكره الميموري او كونسبت الميموري اللي هو شويه ريجسترات بس كده، لا احنا هنقعد نبني عليه لحد اخر السيشن. فانا كده لحد دلوقتي الكلام ده كله دي كده الميموري، ماشي؟ الريجسترات بالديكودر بالكلام ده كله. طيب هنعمله بالديكودر زي ماشي، علشان بس ناكد على نقطه الاحجام والحاجات دي قبل ما نكمل يعني ونخش في الباص. خلينا الاول نتكلم انه انا معايا رام اهي حجمها 1 كي في 8. معناها ايه كلمه 1 كي في 8؟ 1 كيلو بايت. كيلو بايت 1 كيلو بايت. كيلو ديت يعني 2 اس 10 يعني 1024 مخزن. المخزن الواحد حجمه 8 بت، هيحتاجوا كام ادرس بت ال 1 كيلو؟ 1024 يعني 2 اس 10 يعني 2 اس 10 يعني كام ادرس بت؟ 10. كلام جميل. يبقى الادرس دول 10 بت. في بقى عندي اشاره هنزودها في الاخر خالص اسمها التشيب سيلكت. التشيب سيلكت دي فايدتها ايه؟ انه من اسمها كده هي بتختار هل الميموري دي او الرام دي متفعله ولا لا، بحيث انه انا لو عندي اكتر من شبايه رام مع بعض بالشكل دوت اقدر ان انا اجمعهم واعمل رام كبير. يعني التاسك اللي انتوا هتاخدوه دلوقتي، هتطلع ورقه وقلم وهترسم رام حجمها 4 كي في 8، ماشي، باستخدام اربع قطع رام حجمهم 1 كي في 8. يعني انت هتاخد اربعه من دول، هترسم اربعه من دول وتطلع لي في الاخر رامه كبيره حجمها 4 كي في 8، ماشي؟ يلا على السريع. الله بس هنضل بقى نحط او نضغط بتاع كل على بعض. مش ممكن ترجع تفك كده شو ممكن؟ نرجع انا باين؟ سندريلا ولا اختي والله اختي
ربنا معاكم شباب. كل واحدة المفروض تاخد 10 ده اللي هي عايزاه، بس الادرس اللي معايا اصلا الميموري اللي انا هصنعه يبقى كام؟ 4 2 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
كي يعني 2 في 2 في 10 يعني 12 بت ادرس. دول ده الادرس التوتال اللي معايا، هنقسمهم بقى ازاي على الاربع ميموريز؟ هي دي الفكره بالظبط. يعني انت هتحط من البت كام لكام هنا؟ من اول واحد للاسف 0 لحد 9. ايوه ببساطة. انتوا فاكرين يعني خليني اصيغ المشكلة بطريقة تانية زي ما قلت لكم لسه حالا. الميموري اللي احنا عايزين نطلعها محتاجة كم ادرس بت؟ 4 كي يعني 2 في 2 في 2 في 10. في عندي 2 في 12 مكان، يبقى محتاجين عن 12 ادرس بت علشان نجيب الميموري دي من اولها لاخرها. بس كل واحدة منهم، كل واحدة من البلوكات اللي انا هستخدمها محتاجة 10 بت بس. طيب انتوا فاكرين يا شباب لما شرحت لكم تروس تيبل وقلنا انه كل خانة بتعد جوه اللي قبلها او الخانات بتعد جوه بعض؟ يعني انا لو عندي تروس تيبل 3 فاريبل كده، كان الايه بيعد 4 اصفار وبعدين 4 وحايد. ليه 4 اصفار و4 وحايد؟ علشان في الاربع اصفار دول كان البي والسي بيعدوا الاربع احتمالات بتوعه، تمام؟ جوه ان الايه بصفر. وبنفس الطريقه لما الايه بواحد
البي والسي بيعدوا نفس احتمالاتهم تاني. نفس البلوك ده هو كوبي اتكرر هنا اهو. فببساطه اللي احنا محتاجين نعمله ايه؟ ان احنا نخلي بنفس الطريقه كده ال 12 بت دول، نخلي الجزء بتاع ال 10 بت اللي محتاجينهم في الادرس، يعني ديت الرامة اهي، الرامة كانت 1 كي 8 كانت محتاجه 10 بت ادرس. فببساطه ان هاخد ال 10 بت ادرس دول من ال 12 بت، هقسم ال 12 بت واخد منهم من اول صفر لحد 9 هنا ماشي. ده كده الادرس، واخده اوصله على هنا، واخده اوصله على الاربعه ميموريز كلهم تمام. طيب وصل لهم الادرس، ايه بقى اللي يفرق لي ما بين كل واحده من الاربعه؟ يعني هما كده كلهم وصل لهم نسخه الادرس طبق الاصل، وكلهم المفروض ان الداتا بتاعتهم تتوصل مع بعضها على الداتا بس تمام. ده اللي هو الداتا بس صح كده. فلا، فانا بما ان هم واصلين مع بعض على الباص يبقى انا لازم اتحكم مين اللي شغاله ومين اللي مطفيه، مين اللي انا باكسسها دلوقتي. فهنا يجي دور التشيب سيلكت دي لما تديها 1 ميموري تشتغل، ولما تديها 0 ميموري تفصل. طيب ما هو يا شباب الاثنين بت اللي فاضلين دول، الاثنين بتس دول تمام، اللي هم اسف دي 11 ودي 10، اللي هم ايه 11 وايه 10، دول المفروض ما احنا عدينا هنا 10 بتس للادرس اهو. ايه بقى اللي يميز لي ما بين الاربعه ميموري؟ الاثنين البتات الاخر، اشمعنى؟ ما هو سبحان الله الاثنين بتس دول بيدونا 4 احتمالات. فاكرين لما سميناها 4 كي اللي هو 4 في كي، فاهمين قصدي؟ فمن هنا جت حته ان احنا بنخلي حاجات تعد جوه بعضها. يعني من الاخر ال A 11 وال A 10 دول المفروض لما يكون 0 0 يبقى انا كده عايز اختار الميمور رقم 0، لما يكون 0 1 اختار الميمور رقم 1، ولو 1 0 اختار الميمور رقم 2، ولو 1 1 اختار الميمور رقم 3. فكده انا ده اللي بنعمله، ده اسمه ايه؟ اسمه ميموري انترليفنج. يعني بقسم الادرس لاجزاء كل جزء منهم له دلاله جديده او فايده جديده. بس فاللي انا عملته ان انا اخدت الادرس بتاع كل ميموري من هنا تمام، واتبقى لي 2 بت هما اللي هستخدمهم بقى في ان انا اشغل ميموري واحده او اكسس ميموري واحده وافصل الباقي. طيب بس علشان اكسسها، عشان اكسس الميموري دي، قلنا انا خلاص الادرس اتملى، هما الادرس 10 بت بس صح؟ يبقى ما قدامنيش غير التشيب سيلكت. بس التشيب سيلكت دي علشان تشتغل محتاجه 1 والباقي يبقى واخد اصفار، اللي هو نفس طريقه الديكودر. يبقى ببساطه الاثنين دول هيخشوا على 2 4 ديكودر، والديكودر دوت يوزع على التشيب سيلكت بالشكل ده. وصلت يا شباب؟ اي مشاكل؟ فانت عندك اهو الداتا بتاعتهم متجمعه، دول 8 سلوك، والادرس بتاعهم متجمع 10 سلوك، هناخدهم من البتات من 0 لحد 9، والبتتين 10 11 دول بقى انبوت الديكود تمام. في اي مشكله؟ فهمنا النقطه دي؟ 10 بت انا ما فهمتش برضه هتحطونا ليه ديكود؟ علشان انت دلوقتي لو كانت الميموري دي ميموري كبيره على بعضها، يعني مش مكونه من 4 اجزاء، كان خلاص هو الادرس بتاعها هم ال 12 بت زي ما هم، شكرا تمام. بس انا في التاسك ببنيها باستخدام
اربع اجزاء او اربع شيبات رام مختلفين. تمام؟ فالطبيعي انه انا لما اجي اقسم الادرس الاقي ان العشرة بيتس الاولانيين دول بيحددوا لي الادرس جوه كل شبايه رام، جوه كل شبايه من الاربعه، والاثنين الاخرى بيحددوا لي انهي واحده منهم اللي هتشتغل. تمام؟ فبناء عليه انا المفروض الاثنين دول اللي هم ايه 10 وايه 11 اظبطهم بحيث يشغلوا لي واحده من الاربعه ويدفعوا لي الباقي. ده غير ان انا استخدمت تشيب سيلكت، بس التشيب سيلكت دي انيبل، طرف انيبل، فبما ان هي طرف انيبل يبقى لازم لو انا مختار الادرس رقم الادرس اللي انا عايزه رقم صفر، صفر اللي هو صفر كتير، يبقى لازم التشيب سيلكت ده الصفر ده عباره عن كام صفر؟ تعالى افهمهم لك. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فاول 10 دول هيطلعوا لي هنا. تمام؟ المخزن رقم صفر ده المفروض بما ان الميموري مترتبه خلاص فهو موجود في اول شبايه في الاول خالص. خلاص؟ تمام؟ يبقى الشبايه اللي انا المفروض اكسسها هي الاولانيه، فبناء عليه المفروض الصفر وصفر دول يخلوا الشيب سيلكت دي تبقى بواحد والباقيين بصفار. تمام؟ طيب ده المخزن رقم صفر، تمام؟ ده اللي هو اول مخزن في اول شباية. طب اول مخزن في ثاني شباية رقم كام؟ انت بتخسر كام؟ المفروض هو ده اللي هيشتغل تاني. ده هو الرام ده اهي فيها 1024 مخزن، تمام؟ اول واحد فيهم رقم صفر. طب اخر واحد فيهم هنا، اخر واحد في الاولى 1024 ناقص 1 عشان بنبدا نعد من الصفر، يبقى هنا 1023. يبقى اول واحد في ايه؟ اول واحد في ده اهي صفر، هو صفر جواها. تمام؟ في الميموري ككل هيبقى رقمه 1024. 1024 دي بالباينري كاني بالظبط، ما هو 0 زائد 1024 يبقى 0 اهو. تمام؟ زائد 1024 اللي هي 2 اس 10 اللي هي بالتالي. وصلت؟ تخيلتوا الفكره ماشيه ازاي يا شباب؟ فبس فبنفس النظام بقى، اول واحد هنا هيبقى 2048 اللي هو 2 اس 11، يبقى دي واحد ودي صفر، يبقى ده هيطلع دي واحد. وصلتك الفكره كده؟ تمام. طيب التاسك الثاني كان نفس الرامه هنبنيها ب 8 رام 1 كيف 4 بدل 1 كيف 8، يعني بدل ما هم 4 1 كي حاجه في 8 لا بقوا 8 1 كيف 4. فهو الموضوع كله يا شباب عشان ما نطولش في النقطه دي، انا كاني بالظبط هي الميموري شويه مخازن مخصوصه فوق بعض، وانا بجيب سكينه وبقعد اقطعهم بقى وانظمهم زي ما انا عايز. فببساطه التاسك بتاعي ان انا هستخدم بقى ميموري 1 كي في 4 هي بقى عرضها نص عرض ده، فبس يبقى انا هجيب اثنين جنب بعض واحطهم مكان ده، واثنين جنب بعض واحطهم مكان ده. طب الادرس بتاع الاثنين دول هيختلف ولا هو نفسه؟ هو التشيب سيلكت وصلت؟ في اي مشاكل؟ طيب فده كان تاسك ريليس. نرجع بقى للباص سيستمز. ماشي؟ احنا كل ده ما اتكلمناش، احنا بنقول ان الحاجه مربوطه ببعضها داتا بص وادرس بص، بس ليه بقى؟ يعني ايه الهدف من ليه استخدم الطريقه دي اصلا؟ الباص دوت يا شباب هو مجموعه من السلوك اللي بتوصل اجهزه او مكونات الكمبيوتر الاساسيه ببعضها، البروسيسور والميموري والكارت الشاشه زي ما اتكلمنا كتير قبل كده. زي ايه بالظبط؟ هما طبعا السلوك ديت بتنقل الداتا من مكان لمكان في صوره بارلل، ماشي، مش سيريال، ان كله بيتنقل مع بعض في نفس الوقت. حلو كده؟
فالباص ده عامل زي ايه؟ عامل بالظبط زي الطريق السريع في اوروبا والدول المتقدمه، بيبقى فيه طرق كده بال 24 حاره، تمام؟ فالطريق ال 24 حاره دوت زي الباص بالظبط، هو طريق شويه حارات كتير متجمعه مع بعض وماشيين بيربطوا لي مكانين ببعض. خلاص كده؟ طيب ايه فايده الباص؟ يعني انا ليه ما وصلش كل حاجه او كل المكونات اعمل بينها توصيله مباشره وخلاص؟ انا ليه اجمع كل التوصيلات على توصيله واحده موحده للجهاز كله؟ ايه الهدف؟ توصيل بالظبط، انه انا بدل ما يبقى عندي توصيله ما بين كل جهاز والتاني، فالتوصيله ديت اولا هتزود عدد التوصيلات، هتزود التعقيد في انه بقيت بقى انا بحتاج اطلع الداتا مش على مكان واحد، لا على اكتر من مكان، فبقيت انت بالظبط كده كان في باشمهندس، كان في طريق سريع ما بين القاهره والمنصوره وما بين المنصوره واسكندريه وبين اسكندريه والقاهره، فانت لما تعوز تروح من مكان لمكان تقعد تلف بقى تنط من هنا لهنا لهنا لهنا. انما الباص هو كانك بالظبط عملت طريق سريع رابط الثلاثه كلهم ببعض، فاصبح انت لو ما تعوز تروح اي حته انت بتروح في نفس الطريق. تمام كده يا شباب؟ حلو. طيب انواع الباصز، ما هو طبعا يعني العمليه ما هياش مكرونه سباجيتي، ما انت لازم كل حاجه يبقى ليها الباص بتاعها، يعني انت ما ينفعش تحط الداتا على الادرس على ماشي، فالداتا ليها باص لوحدها، ادرس ليه باص لوحده، يبقى الادرس باص بيحدد العنوان اللي في الميموري اللي المفروض هتحصل عليه عمليه قراءه وكتابه، والداتا باص هو اللي بيطلع عليه الداتا اللي المفروض تتقرا وتتكتب. الكنترول باص بقى ده بتلاقي عليه ايه؟ بتلاقي عليه كنترول سيجنالز اللي بتتحكم في يعني في مختلف بقى الحاجات اللي في الكمبيوتر، زي الريد والرايت بتوع الميموري دول كنترول سيجنالز. تلاقي تاني تلاقي عندك الكلوك، كلوك راح الكمبيوتر كله صح، يبقى هي جزء من الكنترول بس. الباور، التغذيه اللي هي واصله للمكونات المختلفه، يعني هي مش كنترول بس هو بس برضه. تمام. ف نرجع بقى يعني الميموري ديفايس الجميل بتاعنا ده، ماشي، احنا ازاي نبنيه بحيث انه احنا كده اتفقنا ان احنا محتاجين نستخدم بص، ان هي حاجه كويسه ان احنا نستخدم بص، ازاي بقى نبني ده بحيث ان هو يسمح لي انه انا اوصلهم كلهم على بص واحد؟ فنرجع لرسمه الميموري، تمام، ونبدا بقى نمسك فتفوته فتفوته ومشكله مشكله ونعالجها. اول مشكله في المنظر دوت هي انه زي ما اتكلمنا الداتا كلها متجمعه مع بعض على البص صح، فلو الريجستر ده مطلع قيمه وده مطلع قيمه وده مطلع قيمه، الكلام ده كله مع بعضه يعمل لفه، يبقى انا محتاج حاجه تاكسس او تشغل ريجستر واحد بس هو اللي يطلع على البص والباقي يتفصل كانه مش موجود، صح كده؟ فمن هنا هناخد، هو طبعا الباص بيتعمل بطريقتين، واحده بالمالتيبلكسر واحده بالتراي ستيت بافر، ماشي. فالتراي ستيت بافر دوت يعني انتوا خدتوه في المحاضره، فانا مش هتكلم عن المالتيبلكسر في السكشن، وانتوا ممكن ترسموا الرسمه بتاعته بعد ما نخلص ديت يعني وتفهم الدنيا، ممكن ترسم المالتيبلكسر في البيت وتجيبها. خلينا بقى في تراي ستيت بافر. البافر اصلا بيشتغل ازاي؟ يعني ايه فايدته في الحياه؟ ناخد الدخل يخرج زي ما هو، يقوي الاشاره والواحد يطلع واحد والواحد الصفر يطلع صفر، صح؟ يعني هما على بعضهم حالتين. التراي ستيت بافر بقى ده هو ثلاث حالات، صح؟ فالحاله الثالثه دي جت منين؟ جت من ان احنا زودنا طرف انيبل، ماشي؟ الانيبل ده لو البفر شغال هيشتغل طبيعي. انما لما افصل الانيبل فالبفر هيبقى الاوتبوت بتاعه اللي هو الاف ده في حالة اسمها هاي امبيدنس، ماشي. هاي امبيدنس دي بقى يعني ايه في الالكترونيكس؟ كلمة هاي امبيدنس معناها انه الاوتبوت ده هو مقاومته هتبقى عالية جدا 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 وكأنه مش متوصل. امسك بقى يعني ايه وكأنه مش متوصل دي؟ ما هو شباب احنا عارفين انه السلك مقاومته كام؟ شورت سيركت مقاومتها صفر، شورت سيركت مقاومتها صفر، الاوبن سيركت بقى مقاومتها من النهاية
فمعنى ان هو يبقى مكوناته كبيره 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 وهي كانه مش متوصل ان هو فعلا ما عادش جزء من الدايره خلاص. فببساطه شديده بمنتهى السهوله الداتا بتاعت اللي خارجه من كل ريجستر دي بدل ما هم كلهم داخلين في بعض لا انا دخل الثمانيه دول لازم تفضل حاطط في دماغك ان دول كام سلك 8 يبقى دول كام بفر 8 8 سلوك داخلين على 8 بفرات والثمان بفرات الاوتبوت بتاعهم هو بقى اللي رايح للداتا بس. فكده انا قدرت انه لو اتحكمت في الانيبل ده اللي هو هسميه ار 0 اللي هو موحد لكام بفر 8 بفرات لثمان بفرات اللي هم خاصين بالريجستر ده لو اتحكمت فيه يبقى انا اتحكمت الريجستر دوت موجود على البص ولا. طيب انا ليه سميته ار 0 لانه ده الداتا اوت ده الخارج بتاع الريجستر فالخارج بتاع الميموري معناه ان انا بعمل عمليه ريد فمن هنا سميت دوت ار 0 خلاص كده حلو كلام جميل. يعني طب مش مهندس على الار 0 ده 8 سلوك طالعين مثلا يعني مثلا من الكودر برضو هو الفكرة ان هم 8 سلوك عشان هم 8 بفرات بس كلهم متوصلين بنفس الاشارة اللي هي R0 لان كلهم ليهم نفس الانيب فانا مش محتاج بقى اجيب لهم 8 سلوك انا عايز اخرج الريجستر اه تمام ماشي تمام انما هو في انيبلز تانية عندك R1 و R2 و R3 و والحاجات دي خلاص. فهو ده بقى السؤال احنا هنجيب الارات دهيت منين ترجع للتركيب بتاع الميموري من الاول تلاقي ان هي كان ليها كنترول سيجنال اسمها الريد يبقى المفروض الارض الارض اهو يشتغل في شرطين. الشرط الاولاني ان اكون بعمل عمليه ريد يعني الريد تبقى بواحد. الشرط الثاني ان اكون باكسس الريجستر ده هو فعلا مش ريجستر ثاني صح كده. ما هو انا عندي بقى كده بتحكم بحاجتين الريد والادرس. فبما ان انا هبدا اتحكم في كل ريجستر من دول عن طريق الادرس يبقى تعالى بقى الخارج بتاع الديكودر ده نديله اسمه هو كمان يبقى المخارج ده ايه نسميها انيبل 0 انيبل 1 انيبل 2 انيبل 3 وهكذا. فيبقى الانيبل 0 ده هو اللي بيشغل الريجستر رقم 0 بحيث يطلع على الباص خلاص كده حلو. يبقى ار 0 معتمد على الشرطين دول. يبقى ار 0 هيساوي ايه امتى ار 0 يبقى بواحد لما دي تبقى بواحد ودي تبقى بواحد مظبوط. يبقى ار 0 هيساوي الريد اند الانيبل يبقى الار رقم اكس عباره عن الانيبل اكس اند الريد انتهى ببساطه. تاني مشاكل تمام تاني احنا عاوزين البفر ده البفرات ده تشتغل امتى لما احط الادرس رقم 0 ولما احط الريد بواحد ماشي فلما احط الادرس رقم 0 الديكودر ده هيطلع لي هنا واحد والباقي صفر خلاص. فبس فانا ده الشرط او ديت الحاله اللي انا عايز فيها الار دي تبقى بواحد. اي حاله ثانيه الار دي تبقى بصفر. اي حاله ثانيه زي ايه زي انه الريد تبقى بصفر او انه الانيبل ده او انه الادرس ده ما يكونش صفر يكون اي ادرس ثاني. فانا لما بغير في الادرس هو ده ديكودر فالاوتبوت بتاعه بيتغير على طول فالانيبل اللي شغال بيتغير. فببساطه كل انيبل ماشي مع الريجستر يبقى انا بمنتهى السهوله اخد الانيبل بتاع الريجستر بتاعي اعمل له اند مع الريد يطلع لي الانيبل بتاع الثمان بفرز بتوع الريجستر ده. حتى يعني خط الريد انا واخد منه مثلا ده 8 يبقى انا واخد منه 8 خطوط انت بص على الرسم تاني كده هو خط واحد ماشي تمام داخل هم 8 خطوط انا اسف هم 8 خطوط داخلين على 8 اندات تمام ماشي. كل اند منهم داخل عليها ليبل 0 وتطلع ار 0 ليبل 1 بتطلع ار 1 ليبل 2 بتطلع ار 2 اند مع اند على حسب الانيبل وبعد كده بيطلع تمام تمام وصلت كده كله معانا في نفس النقطه. طيب يبقى ده كده
كده احنا خلصنا القراءة او طلعنا الانيبل بتاع البفرز دي. ترجع بقى بالذاكرة تفتكر انه اساسا ده كده الداتا اوتبوت بس الريجسترات دي ليها برضو داتا ان صح؟ والداتا ان ده برضو المفروض يروح على الباص. فانا ازاي يعني هو ازاي بقى لازم كده افرق ما بين ان انا بقرا وبكتب، يعني افرق بين ان الداتا المفروض تخرج من الريجستر على الباص وان الداتا المفروض تدخل من الباص للريجستر. تمام؟ يبقى محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين بنفس الطريقه نستخدم اشاره الرايت صح. هنتحكم في ايه بقى؟ في اللود. هو اللود هو اللي بيتحكم لي في الريجستر هو يكتب ولا لا. يبقى تاني، يبقى انا عندي اشارتين في لكل ريجستر بيتحكموا في نظام الانيبل بتاع التراي ستيت بفر بيتحكم الريجستر يطلع اوتبوت ولا لا، واللود يتحكم الريجستر يخزن ولا لا. يبقى انا في حاله القراءه اتحكمت بدول. هنا بقى همسك اللودز ده اهي خلاص ما عادوش هيبقوا متوصلين بالانيبل بشكل مباشر. ما انا توصلت كده دلوقتي ان انا محتاج لازم اللود يبقى بواحد لما تكون الرايت بواحد، يعني لازم الرايت تخش في الموضوع. فمعنى ان هي تخش في الموضوع انه بنفس الطريقه نعمل لها اند جيت مع الانيبل ونطلع اشارات اللود ده. تمام يا شباب؟ في اي مشاكل؟ جبنا الميموري عليها وطيها من اولها لاخرها. في اي حاجه مش مفهومه هنا؟ تنحت ولا ايه؟ هو نفس اللي انا عملته هنا انا عملته هنا. يعني هو ثاني. هو بص انا بادئ معاك خطوات خطوه بخطوه بغير في حاجه. فانا من الاول خالص كان دول واصلين لبعض. صح؟ اللي هو واخدين اللود من الديكود. بعدين لما فضلت اطور في الميموري اكتر لقيت ان ده انا عندي كنترول سيجنالز والمفروض ان انا استخدمها ان انا اتحكم في الميموري. يعني اللي هو ما تكتبش بمزاجها وتقرا بمزاجها، لا ده لما يجي لها رايت تقوم تكتب. يبقى اللي انا عامله هنا ده اللود ما عادش معتمد على ده بس، بقى معتمد على ده ومعتمد على الرايت بس. يبقى اخدهم انز مع بعض، ما هو لازم الاثنين يكونوا متوفرين علشان اعمل رايت. تمام كده؟ في مشاكل؟ اللي فاضل ايه؟ اللي فاضل حاجه واحده فقط لا غير، ان انت تزود الشيب سيلكت. الشيب سيلكت دي بتشغل الميموري كلها وتطفيها كلها، ديت بواب عموم. فايه هنا بقى في الليله الجميله دي اللي لو دخلت له شيب سيلكت ممكن يفصل الميموري كلها او يشغلها؟ بالظبط. ببساطه لو انا انتوا عارفين طبعا ان اي دايره كومباينيشنال اي دايره في الدنيا اصلا انا احط لها انيبل في اتنين كلام، يبقى انا مجرد ان انا ازود انيبل للديكودر ده خلاص. لو الانيبل ده بصفر الانيبلز اللي طالع الاوتبوتس بتوعه كلهم صفار، فكل دول طالعين بصفر، فالموضوع انتهى. تمام؟ يبقى لو وصلت الشيب سيلكت على دي على طول يبقى كده الشيب سيلكت بتفصل لي الميموري كلها او بتشغلها كلها. في اي مشاكل يا شباب؟ حد بيسقط اي حاجه؟ الحمد لله. فاحنا كده بمنتهى النجاح شرحنا الميموري والباس سيستم والليله دي كلها. فهمتم؟ عندكم اي مشاكل؟ الدنيا وضحت ولا لسه في لخبطه؟ ايه بقى؟ ما هو بالظبط هو انا اقصد ان انا ارسم لكم الرسومات بالشكل دوت اللي هو رسمه برسمه 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 بحيث ان يجيب لك الموضوع تدريجي. فانت بقى لما يعني انت مجرد ان انت فهمت العمليه جت ازاي من الاول للاخر اهو، انت بقى بعد كده مجرد انك تاخد الرسمه النهائيه دي وتبص عليها كده خلاص انت فهمت كل حاجه جايه ازاي وماشيه ازاي. تمام؟ ماشي. عشان نخلص نتكلم بقى على السي بي يو ريجسترز. ديت السي بي يو ديت مكوناتها الاساسيه. احنا كده خلصنا جزء الميموري الباص خلاص، نقتحم بقى السي بي يو. فاي سي بي يو في الدنيا بيبقى جواه الاي ال يو اريثمتيك لوجيك يونت ديت اللي بتعمل اوبريشنز، وجواه ميموري يونت اللي يعني جواها الميموري اللي قلناها اللي هو الكاش والريجسترز. طبعا احنا مش هيبقى عندنا كاش، فالريجسترز بتاعت البروسيسور موجوده جواه برضه.
والكنترول يونت بقى. الكنترول يونت ديت مسؤوليتها ايه؟ حاجتين، بتطلع الكنترول سيجنالز اللي على الكنترول بس زي الريد والرايت والكلام ده كله، زائد ان هيكون ليها دور في المايكرو اوبريشنز اللي البروسيسور بيعملها علشان يعمل اي اوبريشن. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ تعال نشوف. الاول ملخص للريجسترات بتاعت البروسيسور، او الفكره العامه بتاعت البروسيسور عباره عن ايه. انا لما اقول لك ان انا هبني مستشفى، تمام؟ يعني انا هصحى بكره كده هبني مستشفى، ماشي؟ فانا بكلمه واحده قلت لك على اوبريشن هعملها بكره. انما علشان ابني مستشفى محتاج اعمل ايه وايه 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 الخطوات بقى اللي جوه العمليه ديت، فدي المايكرو اوبريشنز. فبنفس النظام البروسيسور علشان يجمع رقمين ده هو محتاج يعمل كذا حاجه الاول علشان في الاخر يعمل جمع رقمين، اللي هم زي مثلا انه يروح على الميموري يقرا الرقم الاولاني، يروح على الميموري يقرا الرقم الثاني، يجمعهم ويطلع الجمع دوت في الاخر خالص على الداتا بس، تمام؟ خطوات متسلسله ومنطقيه. فاي اوبريشن في الدنيا ليها اللي الايه المايكرو اوبريشنز بتتم من خلالها، بس كده. ف الريجسترز ديت بتاعت السي بي يو زي ما قلنا كل واحد منهم بقى له وظيفه او دور بيأثر على المايكرو اوبريشنز دي. يعني اول واحد الداتا ريجستر ده بيخزن الداتا اللي موجوده دلوقتي على الداتا بس بمنتهى البساطة. يعني انت لما تيجي تقرا من ميموري الداتا تطلع على الداتا بس، معنى ان هي طلعت على الداتا بس ان هي راحت للاخ ده، هو ده متوصل بالداتا بس كده مباشر. بس الميموري ادرس ريجستر ده متوصل بالادرس بس، يبقى لما اجي اطلع اي عنوان بطلعه على الميموري ادرس ريجستر اللي هو متوصل بالادرس بس. الانستراكشن ريجستر بقى الاي ار يا شباب، او الانستراكشنز في الكمبيوتر عموما عشان نوضح النقطه دي، بتبقى الامر بيتقسم لجزئين اساسيين. اول حاجه الادرس، وتاني حاجه الاوبريشن كود. الادرس ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو العنوان اللي في الميموري اللي فيه الداتا اللي المفروض العمليه تتم عليها. يعني زي ما قلنا كده هنجمع رقمين، فجزء من الانستراكشن انه انا هجمع الرقم اللي في الادرس الفلاني، فمن هنا البروسيسور يروح ياخد الادرس ده ويطلع الميموري اللي فيه، خلاص كده. الجزء الثاني بقى هو الاوبريشن كود. الاوبريشن كود ده هو البروسيسور ده يا شباب دايره غبيه ما تفهمش اي حاجه، مجرد توصيلات بس بشويه فن. التوصيلات ديت متوصله بحيث ان البروسيسور ينفذ لك الاوامر اللي انت عاوزها. فلما نيجي نبص هتلاقي انه ببساطه دايره البروسيسور متوصله بحيث ان انت لو حطيت عليها اوبريشن كود 0000 الدايره مش متبرمجه، الدايره متوصله بحيث ان لما يجي لها الانبوت ده هتطلع لك عمليه جمع، ولو دخلت لها 0001 هتطلع لك عمليه طرح، وهكذا. فببساطه اي الاوبريشنز بتاعت الكمبيوتر هي بتبقى متخزنه او البروسيسور بيفهمها في صوره اكواد، صوره ارقام. ففائده الانستراكشن ريجستر ايه؟ ان هو بيخزن ايه هو الانستراكشن اللي المفروض يتم تنفيذه دلوقتي، خلاص كده. طب انا استفدت ايه لما يبقى معايا الفاليو بتاعه الانستراكشن؟ انه انا عارف ان الانستراكشن ريجستر دوت متقسم من جوه الرينج ده اهو، ده الجزء الخاص بالادرس، والرينج ده اهو الجزء الخاص بالاوبريشن كود. فببساطه المفروض اللي يحصل، الخطوات اللي تحصل، انك تاخد الجزء ده اهو تنقله للادرس ريجستر، تمام، وتروح تقرا الداتا، وتاخد الجزء ده اهو وتدخله على الارثمتيك لوجيك يونت، بحيث الارثمتيك لوجيك يونت تعرف من الاوبريشن كود ان هي المفروض
تنفذ عملية كذا. كلام منطقي ومتسلسل وبسيط. لا ايوه هو اصلا الادرس والكومبليشن كود ده عبارة عن 0 1 مظبوط. ده في الانستراكشر ريجستر كمان. بيجيله منين بقى؟ بيجيله منين؟ بيجيله منين الداتا دي؟ الداتا دي ده بقى فايدة الريجستر اللي بعده. هو الانستراكشنز او الاكواد اللي بروسيسور او الكمبيوتر بينفذها بتبقى متخزنة في ميموري خاصة بيه. تمام؟ يعني لازم يبقى عندك ميموري وليكن اسمها البروجرام ميموري. الميموري دي بنفس النظام حتة اللي انتوا اتكلمتوا فيها في اول السكشن، انه الاجزاء اللي احنا كنا بنقسمها او المخازن اللي احنا قاعدين نقسمها ديت انهي نوع ميموري. هو طريقة التخزين او طريقة الاورجنايزيشن اللي احنا اتكلمنا فيها هي تنطبق على كل انواع الميموري. واحنا شفنا اصلا ان انواع الميموري بتفرق عن بعضها في ايه؟ في خصائص تانية. انما هو الكاش والرام والكلام ده كله هو بنعمله تركيب بنفس الطريقة. تمام؟ فالبروجرام ميموري دي برضو هي فيها شوية مخازن. خلاص؟ كل مخزن منهم المفروض ان فيه انستراكشن، كل مخزن منهم فيه امر. خلاص؟ وديت ميموري، فالمخازن بتاعتها عناوينها بالترتيب. فببساطة اول حاجة بتنفذها خالص وليكن ان هي الامر اللي في الادرس رقم 0. تمام؟ بعدها بقى بيجي دور البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر دوره ايه؟ ان هو بيخزن الادرس بتاع الانستراكشن اللي عليه الدور. يعني انا حاليا بنفذ في الانستراكشن رقم 0 او اللي هو متخزن في الادرس رقم 0. خلاص كده؟ فبالتالي الانستراكشن اللي عليه الدور اجيبه منين؟ متخزن في البروجرام كاونتر. فالبروجرام كاونتر في حالتنا دي هتكون قيمته 1. وصلت الفكره؟ لما اجي بقى لما اخلص الانستراكشن 0 واروح لواحد، ساعتها في نفس اللحظه مجرد النقله ده، هي مجرد ان الامر ده خلص وخلاص هبدا في ده اهو، البروجرام كاونتر قيمته اوتوماتيك تزيد بواحد. خلاص كده فهمنا الفكره يا شباب؟ فالبروجرام كاونتر ده بيعرفني ايه الامر اللي عليه الدور، انما الانستراكشن ريجستر بيعرفني الامر اللي انا فيه دلوقتي اتعامل معاه ازاي. وصلت؟ عظمة زي الفل. بنعبر بقى عن الكلام دوت عشان لما هنيجي نشتغل كل اوبريشن هناخدها، هنفرد المايكرو اوبريشنز بتاعتها. المايكرو اوبريشنز دي بتتكتب بالريجستر ترانسفير نوتيشن، اللي هو ده معناه ان ار 2 تروح لار 1. ده معناه ان ار 2 تروح لار 1 في حاله ان البي بواحد، يعني بشرط ان البي تكون شغال، بي دي كنترول سيجنال ايا كان هدفها ايه في الحياه. تمام؟ الامثله المهمه بقى، انت ممكن تحط ثابت او قيمه معينه في الار 1. هو ايه الار 1 ده الاول؟ غير بقى الاربعه ريجسترز الاساسيين دول، في ممكن يبقى عندي اي ريجسترز ثانيه مترقمه ار 1 ار 2 ار 3 بروسيسور يستخدمها في ايه؟ انه دول مثلا المفروض عمليه الجمع تتم على ريجستر ار 1 زي ار 2، يبقى ار 1 المفروض يتحط فيه الرقم الاولاني وار 2 الرقم الثاني. نفس النظام كده. فالميموري ريد بتحصل عن طريق ان احنا بنقرا الميموري اوف الادرس ريجستر. معناها ايه الميموري في الادرس ريجستر؟ يعني هروح على المكان اللي الادرس بتاعه اي ار واقراه واحطه على الداتا باس. يعني ايه احطه على الداتا باس؟ يعني احطه في الداتا ريجستر. وصلت؟ العكس بقى، الميموري رايت ناخد الداتا ريجستر ونرميه في الميموري اوف اي ار. ومش شرط ان انت تاخد الريجستر كله على بعضه، لا ده انت متاح عندك عادي انك تاخد رينج معين او جزء معين. ليه؟ ما هو علشان الاخ ده اخ اللي هو متقسم اجزاء، فلازم يبقى عندي القدره ان انا ايه اخد الجزء اللي انا عايزه انقله في حته معينه. تمام؟ بس في اخر حاجه بقى في السكشن لوجيك مايكرو اوبريشنز. اي اوبريشن بيبقى ليها يا اما معامل واحد يا اما اثنين. تمام؟ ف الاوبريشنز دي كلها مش عارف كلين واي اند بي واي اند بي كومبلمنت، هتلاقي ان اللي بيتغير الصف او العمود الاولاني اللي فيه الاوبريشن الاوبرند الاولاني، والعمود الثاني اللي فيه الاوبرند الثاني.
فمعنى انك تختار العملية انك تختار الاوبرنز هتكون ايه. يعني من الاخر لما نيجي نصمم لوجيك يونت زي ما الدكتور وراها لكم في المحاضرة, ده تصميم ستيج واحد من لوجيك يونت. يعني ايه بقى كلمة ستيج واحد؟ يعني الارقام ده هي مكونة من كذا بت, تمام؟ ما هيش بتها واحد بس, كل الستيج كل ستيج معمول بنفس الطريقة. يعني كل اتنين بتتين متناظرين اللي هم مثلا A0 مع B0 بيحصل عليهم نفس الكلام. فده لو انا هعمل اربع عمليات بس اللي هم AND وOR وXOR ونوت, فببساطة اللوجيك يونت هيبقى الستيج بتاعها ان انا بعمل مالتيبلكسر للاربعة دول خلاص. فالسيلكت بتوع المالتيبلكسر هيختاروا لي انا بعمل AND ولا OR ولا XOR ولا نوت, ماشي؟ طب هنا بقى السؤال, السيلكت دول اجيبهم منين؟ من ايه؟ من كنترول يونت. والكنترول يونت هتعرفهم منين؟ من الاوبريشن كود. ما هو بالظبط, ما هو فايدته جت اهي انه بيعرفني وليكن اول اتنين منه مثلا بيعرفوني كود العمليه اللي المفروض تحصل ايه, تمام؟ وصلت ديت العمليات الحسابيه جمع وطرح ومش عارف ايه. هيبقى قبل ما اقول لكم على الريبورت, هنفترض ان احنا صممنا الارثماتيك ستيج, تمام؟ ف اول بتتين دول بيحددوا لي انهي عمليه اللي المفروض تحصل سواء هي ارثماتيك او لوجيك, صح؟ طيب هي الاي ال يو بقى, ما هي تعرف منين اذا كانت العمليه نوعها كده او نوعها كده من الاثنين سيلكت التانيين, تمام؟ يعني شفت حتى الاوبريشن كود هو متقسم اجزاء وكل جزء له فايده, فتلاقي ان الاثنين بيتس التانيين دول بقى هما السيلكت بتوع المالتيبلكسر النهائي اللي بيطلع لي الاوت. بيختار الاوتبوت من ايه وايه وايه؟ من الستيج بتاع الارثماتيك مع الستيج بتاع اللوجيك مع مش عارف شيفت رايت مع شيفت ليفت. وصلت؟ فهمنا البنين بتوع ده ازاي؟ الاثنين بيتس اللي هم بتوع الاوبريشن كود بيحددوا اصلا قبل ما يخشوا لهم تخصيص كده عمليه يا اما ارثماتيك يا اما لوجيك, وبعد كده يخشوا بقى لو ارثماتيك هم نفسهم بيحددوا كده حاجه ثانيه. بالظبط, انا مصمم الدايره ده اهي على الاساس ده. فبما ان انا مصممه على الاساس ده فانا بقيت عارف ان انا هاخد سلكين من هنا هنا من هنا كده اللي هم اكبر بنتتين خالص, وهوديهم هوصلهم بالمالتيبلكسر ده, هوصلهم من الريجستر للمالتيبلكسر مباشر, تمام؟ وصلت الفكره يا شباب؟ فبس فده كان سيكشن النهارده. هيبقى عندك ريبورت بقى تحطها في المحاضره اصلا ان انت ترسم ستيج واحد من الاريثمتيك يونت. خلاص احنا رسمنا اللوجيك يونت؟ مش على فكره هي كده في المحاضرة. هنا خلاص خلصنا؟ احنا كده خلصنا خلاص, ماشي. اللي هو ما خدتهوش